خلصنا بسرعة المقدمة لكن بسرعة على موجز الأخبار. بيراميدز يفوز على حورية كوناكري الغيني 2-0 وتأهل لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية. كهربا وأفشة بيشاركوا في تدريب الأهلي الجماعي قبل مواجهة الوداد، برنامج تأهيل مروان محسن وكل التفاصيل عندي عن تدريبات النادي الأهلي. الأهلي يقرر الدخول في المعسكر بدءا من يوم الأربع لزيادة التركيز استعدادا للوداد والمسحة الطبية غدا بإذن الله. بعثة الوداد المغربي نورت وشرفت في بلدها الثاني مصر استعدادا لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وحمد لله على سلامة فرجاني ساسي اللي شارك في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك استعدادا للرجاء وسلبية المسحة الطبية لبعثة الزمالك بالكامل، الحمد لله على السلامة. باتشيكو بيمنح الونش راحة من التدريبات الجماعية، بيستحق والله، ومشاركة شيكا لأول مرة وحازم إمام ومحمود علاء لسه بيخوض تدريبات تأهيلية في الجيم. قصة الرجاء الأول شكى حكام مباراة الزمالك، وزارة الصحة المغربية منعت الفريق من السفر إلى القاهرة وخضوعه للحجر الصحي حتى 27 أكتوبر، وأخبار كثيرة في هذا الملف هتكون معانا بإذن الله. في الشأن المحلي المقاول العرب بيضم أحمد داوودة لاعب طلائع الجيش السابق في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم بالتوفيق. تفاصيل مفاوضات نادي الاتحاد السكندري مع حسام عاشور اللي اعلنها النهارده حسام حسن المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري مع مؤتمر صحفي عن المرحله القادمه في الاتحاد بالتوفيق ان شاء الله. الجمعيه المصريه لقدامى اللاعبين تكرم الاستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكره القدم والساده الافاضل اعضاء مجلس اداره الجمعيه برئاسه اللواء عبد المنعم الحاج. فرانسيس كيمانزي المدير الفني لمنتخب كينيا يستقيل من منصبه قبل مواجهة جزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وبداية أزمة قبل عودة التصفيات من جديد. كورونا تهاجم واحد من أهم اللاعبين سيرجي جنابري نجم البايرن، واضح أن حظه وحش شوية بالإصابات بتلاحقه بشدة مع البايرن ميونخ، والإصابات بكورونا في الكامار الهولندي وصلت إلى 13 حالة. في مفاجأة دمها خفيف تشيلسي بيقيد بيتر تشيك الحارس المعتزل منذ فترة في قائمة الدوري الإنجليزي، هيكون حارس للطوارئ حالة تعرض أحد الحراس للإصابة بكورونا. هي كده الكرة بتقول لك اتصرف. في مباراة مثيرة جدا وادي دجلة تعادل مع مركز شباب الأمريكية 4-4 وتوج بلقب دوري الكره النسائيه بعد ان كان فقدوا الموسم الماضي امام الطيران، مبروك لوادي دجله.